السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم راح العب مع ريان. بالنسبه لي اصغر واصعب ما في فورتنايت عباره عن 14 ستيج او 14 ليفل، لكن مره صعب. فان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسون زر لايك واشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، فعل زر التنبيهات وكود شوب في اس ال لا تنسونا، وخليكم على المقطع. والحين خلونا نبدا. يقول when you start the game press وش press دي press for impact you will have ما ادري ايش قصدي. خلينا نبدا، ايش رايك؟ طيب السيف، طيب ايش وضعه؟ ما ادري، يمكن شكل بس. هل نبدا نشوف؟ اوكي، هو كم مرحله؟ طيب ما قال كم مرحله. شيء هنا this barrel looks unstable. stable يعني مو بثابت. two it's going to be pretty easy map. اوكي خلينا نشوف. يقول وات اوكي، راح تعتقد انه ماب سهل. ها ابلع والله على طول بلاد ما بدا يتكلم. لازم اروح من يسار. هوش لك دقيقه، خليني هوش لك. يلا لا تهوش مرة ثانية. طيب خلونا نشوف الحين. ابعد ريان، ابعد. طرف ام الامبول حقت. شوف والله تبي ولا كيف؟ طيب وين نروح الحين بالضبط؟ اتوقع يا الاولى يا الثانية يمكن. اوه معطيك ثلاث. اوكي مبارك، الحمد لله بخير. دقيقة، واضح اني بطول. والله واضح اني ما اعرف استخدم الامبول. هذا ليفل ثلاثة يا عيال، فما لكم الباقي. لا تو قال كذا اني راح تعاني. اوكي شكرا سلوم، شكرا سلوم. وديتك الفخوخ اللي ورا. طيب طب اصبر 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 اصبر. طيب اخو ايش رايك اروح قبلك الحين؟ يلا رح رح، انا في الزاويه رح. دقيقه اوكي. اوه لا انت مضبوط معي. اوكي ريان جبت الاولى. والله صح عليك. طيب الثانيه. لو لقطه من الحوله والله قريب. انا جبت الاولى على طول، جبت الاولى قبل شوي. انا ودي الثانيه على طول، بس ما ادري، ما اتوقع ما يمدي، اتوقع ما يمدي. اوكي ثواني الاخيره وشو؟ اوكي اوكي صح عليك. باقي الاخيره ريان. يلا يلا يلا، تعرف وزنيه. خلاص يمديك يمديك يمديك. لا والله يا هلا غبني الفخ قسم بالله. ثالثة. لا وحش. ذات سوبر فرجت نيت نيت تيك ا بيك باك سي انيثينك تيك ا بيك باك سي انيثينك. يقول لك راح ارجع. لا اصبر. اي والله شوف سلوم، الحل هناك الحل هناك الحل هناك. وصلت. دقيقه اصبر اصبر. يو ار ريلي غانا هيت مي بات ذا نيكست ليفل از اكشلي اندر ذا فيرست تراب. الله ياخذهم. رايد توب رايت سايد اند ذا وين وين تكفى وين؟ طيب هنا توب رايت الظهر هذه. يب يب هذه صح. تعال عندي. ايوه اوكي اوكي. اه يا الله رايت. طيب انا المشكله ما شفت وش المكتوب عندك، فكويس انك قلته. اوكي هذه على طول الظاهر على هذا، خلينا نجرب. بسم الله. طيب توني بقول كسر. خلني اروح ولا واحد ملح. يلا روح انت. اوكي الظاهر تروح مع النص. مو لا 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 غلط غلط غلط. الله يبدي على النص بعدين نحطك على الكفر بعدين نحطك على اخر واحده. اوكي بعدين باركور باقي. اي بعدين باركور. اوكي حلو وحش. الباركور يمشيك 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 يمشيك، بعدين تجي مع هذا الشتا اللي فوقنا يرقيك فوق. نظر بالله تعال هنا بس تك فوق. اوكي كي 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 فهمت هنا. لا لا تجي يا باهي. اوكي الحمد لله اني ما سويت. يلا بروح انا بروح انا. امشي انا لا ارى لا اسمع لا اتكلم. دقيقه دقيقه خليني اروح قبلك. لا توترني. اصبري موزه اصبري. وش اقتراح؟ لا كذا توتر يا حيوان. والله كنا حولك. لا واقفين قدام بعض. انت تعفر انت. اوكي ايه انت اللي تعفر. طيب ايه قال لك انت اللي تعفر. ان شاء الله تموت. احاول والله ما تموت. الثاني هي المشكله. اوكي اوكي باقي اللي بعدها. يا يا الجدار. اوكي طيب وين بعدها؟ استهبال الوضع. الكفر الكفر الكفر. ام عاد ايه الكفر بعدين هذه اتوقع. اوكي عليك. حلو بعدين اللي بعده وحش وحش بعدين ايزي صح ايزي. يلا روح. اوكي عفنت انا يا رب ما عفن في الماء بصدق. طيب لا ريان بغيت اموت من الفخ. صح عليك. اوكي روح اللي بعده. اوكي وحش. اوكي هذه صعبه هذه صعبه. لا لا انت متبه. اوكي كمل كمل كمل. والله ما ادري شلون اصر. لا لا يا اخي انا ممكن اضبطها. اوكي ما مت. طلعت على الكفر ورجعت من جديد. ذي الدوائر في دائره كبيره كبيره كبيره. اوكي بعدها صغيره ثنتين جنب بعض، فما يمديك تروح الثانيه لو انت صاقع في اللي قبلها. الو ريان وش وصلت؟ الو ريان ها؟ لا الاخيره تكفى. الله عليك وين وديني ذا؟ انتبه فوق فوق فوق. ايوه تعال جهتي.
تعجهتي هنا عادي عادي سوها مره ثانيه بس انت ما تضغطها بالغلط اضغطها بالنص اضغطها بالنص اضغطها بالنص ايوه تعال جهتي قلت لك ريلاكس قلت لك ريلاكس 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 هذه هلا بالسرعه روح سرعه يا طيب وانا اروح الحين طعم حشره مين صار مين صار بس تدري ايش المشكله انه لازم يكون في وقت لل شو يسمونه هذه للثلج انا قاعد اخذ سنيكي بيكي على المرحله اللي بعدها بس ما راح اكملها ما راح اكملها اوكي اوكي طب ازعلك ايوه وحش تكفى لو خلص الثلج خلص الثلج قايل لك الثلج لازم يقلع امك ايوه ايزي الله عليك ليفل سكيب اونلي يوز اف يو ار اباوت تو بريك يور كيبورد يعني لا تستخدم الا اذا مره بتكسر الكيبورد تكسر شاشه تكسر الكيبورد شوف بخصوص الليفل سكيب هذا شوفوا سلوه مسكين تعفن فغالبا انا تعفنت فبعفن الماب دقيقه لا تروح سكيب لا تروح سكيب طيب هذا سكيب الحين هذا سكيب بس ما تروح له اي انا ملاحظ حلو بعدين طيب هذا وش الحين اتوقع الامبولس نروح لما تروح اول طيب بسم الله روح خليك في الزاويه انت انا بالزاويه انا بالزاويه بعيد ايوه اتوقع واحده مثلا دقيقه لا ترقص واحده مثلا ارفعها من هنا ارمي نفسي فوق بعدين من هذه فوق عشان يكون عندي هايت او رفع ما ادري ولا جرب جرب حريات. جرب جرب شفني شفني ورقت هنا شفني اشوفك يلا روح 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 وش روح روح بالبولز اي لا 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 مو بتغش راح تطيح البونزر امشي سيدة 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 لين توصل بونزر هذا غش غش ما عندك مشكلة اقول هذا غش قول لا 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 راح لما البونزر وام نط يعني غش باحترام اللهم قوي ايمانك ايوه نط نط على البونزر دقيقة بسوي شيء لا يا رب يموت يا رب يموت يا تساعده انه يغش اخر شيء لا كفو لا 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 اشوف كيف فايف تين 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 تيري ريري تين تين تيري ماسك البوز والله سكيب يا عيال حاولت شتى طرق هي ما ضبطت معي الا واحده حتى رجعت فيها لان ما كنت بالمستوى اللي لازم اكون فيه فهمتوا والله انا ما بكسر كيبوردي فنمشي او لازم نحط ايش ما هنا تعال تعال دلع يا اخي روق شويه اوكي خلينا ندخل الحين اوكي بسم الله وات وات اوه متاهه هذه متاهه مليون والله صعب بس قاعد خلاص تروح عليك ما ادري كيف يصير عليك اوه والله ما دريت يا اخي وصلت فين هذه اللفلفه والدبليو اس دي لازم تلف الشخصيه نفسها فهمت ايوه سبعه لو في طيحه سلوم امه في طيحه في طيحه والله في طيحه لازم تنط يعني في مواصير في طيحه بعدين في مواصير ديم بعد السادسه يمكن نفس الموتة خمسه كل شوي نفس الموتة هوب لا ما وصلت اوه اوه سلوم وصلت سلوم وصلت امه وصلت والله وصلت والله وصلت شلون صار في خربطه المواصير بتصير لخبطه كذا بتخليك تنزل تحت بس عوافي كمل يمديك تروح على الثانيه الله ياخذه طحت بس ثانية هي لازم نط عليها ما نطيت نط عليها الثانية تنط عليها اي واحدة عادي 2 3 4 5 6 يا اخي ما سكعت يا اخي الحمد لله مو ب... وش قلت ايه ولا بتيس ايه وش ايز وش ايز والله لو انك والله انها صعبه لا ايوه ايوه لا فخريا فخ بعد الباب امسك اليسار امسك اليسار كفو ايز طيب الحين اوكي الحين هذه صغيرات بس صباح لازم ايوه بس الثانيه صغيره مره اوف شو وضعك؟ حلوة شوف حتى النطة ما نطيتها زين. والله فقدت لهم العيال أخيرا، أخيرا. المهم راح نكمل ماب بدون ريان، شوف ريان مأفك مو موجود، مشغول مرة فعشان كذا راح نكمل ماب لحالنا، أوكي؟ مرة سهل هذا الحين. أوكي إيزي.
طيب يقول Hope you're grabbed to pistol. الله لا يوفق العدو. يا شوف طقت قال وين وصلت؟ رقيت كل هذا قال اتمنى انك جبت مسدسين مو مسدس واحد. ويقولون ليش ادعي على اللي في الماب؟ طيب ليش ما نغش ونجيب ثلاث مسدسات؟ عشان علم الغش صدق. ووو ديم مسدس بعد هذه يبغالك بس ترقى هنا على زرق وبعدها ترمي نفسك فوق بعدين تنزل نفسك تحت ما ادري شلون اشرح. والله سويته بالصدف يا عيال اقسم بالله بالصدف. ها بشر اخ وصلت 11 تسوي كذا اوكي only go here if you want to skip the next level. تأكد ولا طقطق عيال والله احس انه بيموتني والله خلنا نسوي سكيب اخيرا اوكي الحمد لله. طيب هذي كذا اخيرا يا عيال اخيرا. هذه مو صعبه والله بس لازم توقف على البنفسجيه ولازم تحط في مخك ذا الشيء. اخر ليفل عيال اخر ليفل لازم نمسك نفسنا شوي لازم. نسيت ان هذه ما طلعت لي على الجدار الله ياخذ ابليسها. 13 لا حرام اقسم بالله يا وصلت بعيد. هي اذا جريت بالزوايا خلاص تضمن الوضع بس تو ما ادري شلون مت. واحده اثنتين ثلاث يا عيال والله جريت بعيد. طيب اللي بعده اللي بعده تكفى 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 خلاص عيال خلاص 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 14 فاينلي اخيرا اقسم بالاخيرا هوب ها انك شعرت بالاحباط ما ادري ايش مو باحباط دعيت عليك بس غير الماب هذا اللي اقدر اقوله. ناخذ السيف الحين والله اهنيك اهنيك على المثابره ها ها وين طيب في شيء ثاني ولا خلاص بس وي ديد ات اخيرا اقسم بالله يا عيال باقي ساعه ونص يا عيال كريتيف بس خلص يعني ساعتين ونص. عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك والله تعبنا في الماب تعب مو بصاحي لدرجه ان بغيت اطفي التصوير اقسم بالله. الحمد لله ان كملنا خلص عبارات فبس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك قناه ريان في الديسكربشن والكود في الديسكربشن جرب الماب انجلطوا زينا وقولوا لنا كم تخلصونه كم دقيقه زي كذا ارسلوا على انستغرام في سلوم وكود شوب لا تنسونه في اس ال وخلونا نوصل 300 ألف قبل رمضان وشوفكم على خير سلام.